ايه خير يا حارس ضابط؟ انت مطلوب القبض عليك. مطلوب القبض عليا انا؟ ليه؟ بتهمة قتل زينة ومتولي. ايه؟ انا ما قتلتش حد. اتفضل معايا. طلع يا ابني الكلبشات في ايديه. انا في ايه؟ انا ما قتلتش حد. ضروري في حاجة خلص. النيابة هي اللي تحدد. خدوه. خلف هو في ايه؟ مش فاهم. خلف في ايه؟ انا بريء وما قتلتش حد. ولا دي بريء. انا بريء. ادخل يا اخويا. الله. الحجز هنا القوة اللي طلعت تبع الاسم ده. هو حضرتك مش دورت في دفتر الاحوال؟ قول اللي اعمل لكم ايه عشان تصدقوا يا جماعه. انا انزلكم الحجز تدوروا بنفسكم. لا ما هو مش معقول كده يعني. هيكون راح فين؟ قلت لكم اسالوا عليه في مديريه الامن وجوكم هنا. والله ما له لازمه. وبعدين هتروحوا له ليه؟ كده ولا كده هيتعرض على النيابه بكره. ابقوا روحوا له النيابه ولو سمحتوا سيبوني بقى عايز اشتغل يا جماعه. واضح ان مفيش شغل كده. بكره ان شاء الله نروح النيابه وان شاء الله خير. اتفضل يا حاج. يزيد فضلك يا بنتي. ناكل لقمه خفيفه بقى. لا عشاء ايه يا بنتي؟ يا دوبك نريح رجلينا شويه وبعدين نتكل على الله نشوف حالنا. لا يا حاج ازاي احنا اهل. معلش ناكل لقمه خفيفه وبعد كده ربنا يحلها ان شاء الله. هو خلف فين؟ حبيبي انت لسه صاحي؟ خلف بخير يا ولدي. مامي هو البوليس اللي خد خلف. خلف طيب قوي. لازم يسيبوه. لازم هيسيبوه يا حبيبي ان شاء الله. معلش بعد اذنكم انا هنايم كريم وانزل على طول. خدي راحتك يا بنتي. هرجع بسرعه. يلا يا حبيبي. ربنا يهون عليك يا حسن. ان شاء الله ربنا يفك سجنك. قوام سجنتو؟ احنا ببيت ناس غر؟ خليني ساكت. انت بدل ما نرميكي في الحجز قلت لي جوزك اتراح على النيابه. نيابه ايه؟ النيابه قالت انه ما جهاش. انا عايز اعرف انتوا ايه؟ مخبينه ليه؟ مش عايزين حد يشوفه ليه؟ عملتوا فيه ايه؟ وادي قاعده. قاعديني قعدت لكم اهو مش هتحرك من هنا. يا خلف يا خلف رد عليا. يعني انتوا مش عارفين تتعاملوا مع الست ديت؟ شيلوها ارميها بره ولا حطوها في الحجز. اياكوا حد يجي جنبي. اياكوا حد يجي جنبي. هتقعدوني يا ولاد بره. صباحية مبارك يا عريس. قوم صحصح كده وفرفش. وكيل نبع عايزك. يلا قوم يا عريس.
مصر. ايه؟ ليه؟ عشان يتحقق معاه في النيابه اللي الجريمه وقعت في دايرتها. وما قالوش الكلام ده ليه من امبارح؟ واضح جدا ان في تعمد ليه ما نقابلوش قبل ما يتعرض على النيابه. ده بنهم عشان نلحق. اوه صباح، بتعمل ايه عندك؟ مستنيه خالف. قومي قومي تعالي معانا. ما هوش هنا، رحلوه على مصر. تعالي معانا يا صباح. اجي معاكي على فين؟ انت تقتلي قتيل وتمشي في جنازته؟ مش كفايه اللي عملتيه فينا؟ ده انت سبب في كل اللي حصل. اكتمي اكتمي، هتفرج علينا الخلق. خلاص ما هم اتفرجوا، هيتفرجوا على ايه تاني؟ ما ده انت عقلك شات، هتاجي معانا ولا نهملك هنا؟ لا هستنى خالف. استغفر الله العظيم يا رب، ما تاجي معانا يا بنتي، الحكايه مش ناقصاكي. سيبوني في حالي، سيبوني في حالي بقى، انا مستنيه خالف. فوق يا ابني الكلبش من ايديه واستنى بره. تحت امرك يا باشا. انت عارف انت هنا ليه؟ عارف، بس انا بريء. زهرة ورجالتها هم اللي قتلوا زينهم ومتولي، هم بيدافعوا عني. اكتب: نحن ماجد عبد المقصود وكيل النائب العام للتحقيق في مقتل زينهم علي محمد ومتولي ربيع السيد. اسمك وسنك ومهنتك. ياسمين. ايوه يا ماما. اسمعي يا ستي الخبر ده. قولي. القت اجهزه الامن القبض على حسن عبد العزيز ابراهيم الشهير بخلف الله الدجال المشهور اثناء حفل زفافه على ارمله المليونير الراحل كمال ادري. يا نهار ابيض يا خلف الله، مليونير حته واحده يا نصاب، وقعت واقف صحيح المره دي. تعرف المطوه دي يا حسن؟ ايوه، دي مطوه زينه، اخدها منه واحد من رجاله زهره ودبحوا بيه. فما قولك؟ أنا قلت لك على اللي حصل. خلينا نتكلم بالعقل. كل الكلام اللي بتقوله ده عن زهرة ورجالتها عشان تبرأ نفسك ملوش أي أساس من الصح. لكن الحقيقي بقى إنك بتشتغل بالسحر والشعوذة، وإن المجن عليهم كانوا بيساعدوك على ده، وإن أنتوا اختلفتوا على تقسيم الحصيلة سوا، وإنت هددتهم بالمطوة اللي معاك دي وكنت بتهوشهم بيها، فهجموا عليك فقتلتهم. مش هو ده اللي حصل؟ أنا بريء، ما قتلتش. سبق اتهامك قبل كده بقتل امام جامع، وادعيت انك مجنون، ودلوقتي عايز تعمل لي فيها مجنون. بقول لك ايه يا حسن، احسن لك تعترف بالجريمه، كل الادله ضدك، مفيش اي داعي للانكار. انا ما قتلتهمش، رجال الزهره هم اللي قتلوهم. اكتب يا ابني: واصر المتهم على الانكار. قررنا نحن ماجد عبد المقصود حبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيق، ويراعى التجديد في الميعاد. مش عايزيننا نشوف ولا نحضر التحقيق مع أهلية، يودونا من مصر لإسكندرية، واخرتي اللي جيهم حققوا معاه. ده شغل شياطين وأبلسي، نصبوا الخية تمام. أنا السبب، أنا السبب في كل اللي حصل له. وانت ذنبك ايه؟ الطمع يا بنتي ورا كل المصايب دي. كان اللي معهم شوية ولا اللي حيجمعوه حيقدروا يصرفوه. واحنا كنا محتاجين فلوس. قلت له اديهم كل حاجه، احنا مش عايزين فلوس، انا كل اللي يهمني هو وكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واضح يا فندم ان في تعليمات ان احنا ما نوصلش للشيخ خلف. احنا بالعافيه قدرنا نطلع على التحقيق. هو فين دلوقتي؟ في الحجز، ورفضوا اننا نشوفه او حتى ندخل له اكل او فلوس. الاهم من كده ان القضيه محبوكه جدا، وفي ادله ماديه قويه على ارتكابه لجريمه القتل. ادله ايه يا باتر؟ المطوه اللي استخدمت في الحادثه عليها بصمات واضحه جدا.
ده غير انهم ملفقين له قضيه اشتغاله بالسحر والشعوذه. ايه كذب طبعا، سحر وشعوذه ايه؟ احنا بنقول الكلام اللي موجود في الورق يا فندم. واه ايه العمل يا اساتذه؟ خش يالا. طيب مدلوق البلاوي. الله يا مساء الفل، انت مش فاكرني ولا ايه؟ شكلك نسيني. تاخد سيجارة؟ ليه؟ السيجارة هتكيفك. عين يا عين يا عين، عين يا عيني ويا عين. مالك يا عمنا؟ الدنيا مسودة في وشك كده ليه؟ يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش، ويا عيني أصعب ما في عذاب الروح، يعذبك ولو عليه ما تهنش. ياه ده انت حالك حال يصعب على الكافر. يا رب يا رب، انت الحكم، انت العدل، عندك الفرج، افرجها يا رب على عبدك المسكين. ذنبك ايه يا ولدي؟ ذنبك ايه يا ولدي تتعذب العذاب ده كله؟ عملت ايه في دنيتك عشان تتعذب العذاب ده كله؟ حد قال له يروح يترم وسط الناس دي، وكمان عايز يتجوز منيهم. يا ساتر يا رب، ده دول كلهم يستاهلوا الحرق في نار جهنم. سمعت البنية اللي تصعب على الكافر وهي بتقول مستعدة تتنازل عن كل شيء في سبيل ان اخوك يخرج؟ انت لسه هتاكل من الكلام دي؟ انت هتنام عندك زي امبارح ولا ايه؟ ما هو السرير واسع يا عم. يساعك لوحدك. انتوا عايزين تفضلوا مغمين عينيكم وكله عاجر ورا مصلحته. ضحكت على اخوي بالكلام المتزوج بتاعها دي، وصدرت العمام ولده عشان يطحنوا في بعض وهي تطلع بالتركه دي. كهن حريم وانا خابر وزين يا عم. كهن الحريم يعرفوا الحريم. قصدك ايه يعني يا عم؟ قصدي قلته اتخمد ونام. يا ساتر يا رب، والله ما عارف الواحد يعمل ايه معاك. صف عيله يا ام الغلابة، صف عيله يا بنت بنت النبي، صف عيله يا بنت الغالي. دخل في لجألك، خلف بيحبك وبيحب كل آل البيت، دخل في لسانه ما يعرفش غير الصلاة والدعاء. انصريه انصريه يا ام الغلابه، انصريه، ردي عنه كدهم، ردي عنه كدهم، انصريه. هو اترحل للسجن وتحدد له جلسه. قابلتوه؟ ولا راضي حتى يقول هو فين. بس احنا عرفنا انه اترحل. يا هانم دول مواصين عليه جامد قوي ومن فوق قوي قوي قوي، بس دلوقتي هو خرج من ايديهم ونقدر نزوره في السجن، واحنا قدمنا طلب للنائب العام بالزياره. بس في حاجة يا فندم عايز أقولها. اتفضل. حاتم بيه. ماله؟ اتصل بينا وعايز يقابل حضرتك. يقابلني؟ ده بمناسبة إيه يعني؟
مش كفايه اللي عمله؟ عايزين ايه مني تاني؟ هو بيقول عنده معلومات ممكن تبرئ الشيخ خلف. تبرئ الشيخ خلف؟ ده هو اللي سجنه. ما هو عشان كده يا فندم. انا مش فاهمه حاجه. شوف يا هانم، في سكك كتير قوي ممكن يتلعب بيها. يعني معلش محتاج تشرح لي انت تقصد ايه. هو يقصد انه الدليل اللي اتقدم وكان السبب في إدانة الشيخ خلف ممكن يختفي وبكده تبوظ القضية. وهو يعمل حاجة زي كده ليه؟ احنا تصورنا انه عايز يساومك على حاجة. الشيخ خلف رايحين فين؟ نشوفك على خير. ازاي؟ هتسيبوني لوحدي كده وانتوا اهلي؟ اهلك منين؟ وانت شغاله تتودودي مع المحامين من وراني. تودود؟ ما كنتش بتودود. كانوا عايزين يتكلموا معايا لوحدي وانا كنت طبعا هقول لكم على كل حاجه. هتقولي ايه؟ كانوا عايزيننا نشوف حاتم وتقريبا هيساومني على دليل براءة خلف. ازاي يعني؟ معرفش، بيقولوا انه ممكن يقدروا يبوظوا ادله معينه تثبت ادانه خلف. وياخدوا كل اللي طمعانين فيه. ما هي قالت لك انها مستعده تتنازل عن كل حاجه؟ والله يا مرت اخوي حسن. ايوه قلت. انت ما تقوليش حاجه وما تعمليش حاجة، انت تسمعي وبس، وبعدها كده نشور بعض. حاضر، بس اقعدوا معايا عشان خاطري. هنقعد يا مرت اخوي. ادخل. المسجون يا فندم. ايه يا بني ادم انت ده؟ نزل ايدك. امشي يلا دلوقتي. اهلا اهلا يا مولانا. اتفضل يا شيخ اتفضل. ايه يا سيدنا، انت مش فاكر مين اللي بيكلمك ده ولا ايه؟ عماد بيه. تمام، انا ما اقدرش انسى جمايلك عليا ابدا. انا لسه ليا جمايل عند حد. امال ايه؟ ده انا اتنقلت نقله تانيه خالص. انا دلوقتي بقى عندي شقه تمليك وعربيه على الزيرو، والعيال دخلوا مدارس اجنبي، وكمان بقى في نادي. لا وترقيت بقيت عميد. وبعمل زي ما انت قلت لي بالظبط، اول كل شهر بطلع صدقه جاريه. الحمد لله. عايزني في حاجه؟ عايز ارد الجميل ده بقى؟ لا لا، كتر خيرك، انا الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، بس انا اخترت لك احسن زنزانه عندي في العنبر. تمام، ومعاك السور مجاهد، ده راجل طيب وانا موصيه، اي حاجة هتحتاجها ويقدر يعملها هينفذها وفورا. كتر خير. وعلى فكرة اقعد يا شيخ خلف اقعد. انا بعتت جبت ملف القضية بتاعتك وقريته. القضية دي صعبة جدا ومحتاجة محامي عقر. سيبها على الله. كله على الله. امجاد، خد الشيخ خلف ووديه الزنزانة. مع السلامة يا سيدنا. الله يسلمك. اتفضل. ده أنا هحطك في أحلى زنزانة عندنا في السجن كله. زنزانة بحر هواها يرد الروح. أهلا وسهلا. وكمان ايه ده، احنا ثانيه واحده، بيتك ومطرحك هنا ده احنا اطلقنا فيها البخور لما عرفنا ان انت راجل صاحب كرامات. صاحب كرامات وانهي كرامات بقى؟ تقتل اثنين يا صاحب الكرامات. يا اهلا وسهلا. لا مؤاخذه. اتفضل، بيتك ومطرحك يا اخويا. اتفضل. رايح فين؟ رايح فين يعني؟ هشيل لك الحاجه بتاعتك؟ ده كلام يا مولانا؟ شيل حاجتك يا اخويا، شيل حاجتك لو سمحت، شيلها بقى.
اتفضل. بص هناك في شباك اهو اهو، مصدر هواء طبيعي ليل ونهار. المحامي بيقول إن عندك معلومات تساعد القضية. أنت لسه مصدقة الكابوس اللي اسمه خلف ده؟ خلف ده دجال مخاوي جن ومسخره عشان يسحرنا كلنا. هو ده دليل البراءة اللي عندك؟ براءة إيه؟ إذا كانت زهرة شافته وهو بيقتل ولولا إنها فاقت من سحره كان زمانها مرمية دلوقتي في مستشفى المجانين. أنا اللي ما كانش ينفع ضرك ولا حتى ضر كريم خلاني في حالة تانية، زي ما أكون مش في وعي، بعمل تصرفات أنا أول مرة أعملها. حتى أنت سحرلك خلاكي توافقي تتجوزيه، بس أنت معذورة زينا كلنا. بقول لك ايه؟ اطلع بره. فريد انا بحبك. انا عارف ان انا كنت سبب اني دخلت الشيخ الدجال ده هنا البيت. بس انا كنت بعمل كده عشان مصلحتك انت وكريم. ما كنتش اعرف ان هو هيسحرنا كلنا. عارف يا حاتم؟ انا كنت ممكن اصدق كل كلمة انت بتقولها. لأن خلف رجع لي كل حاجة كتبها باسمي. رجع لي كل حاجة عشان يخدرك، بعد كده هيبيعك كل حاجة. أقوم لك بالمرقوب دي. وين؟ فريد أنا مستعد أقتله عشان خاطرك، عشان أنا بحبك. صدقيني بقى، اطلع بره. فكري يا فريدة في كل كلمة قلتها لك، وراجع كده من ساعة ما خلف ده دخل وسطينا وانت هتعرفي ان انا ما بقولش غير الحقيقة. جاي اديك دليل البراءة ولا جاي لك في دماغك وقلبك على اخوي؟ اياك اي حرف من اللي قاله يدخل مخك. أنا لولا اديته الأمان علشان أعرف إيه اللي بتشوفه كنت وقفت عند حده. طب وبعدين؟ هنعمل إيه؟ هو جاي يلدع عشان يعرف بعد كده السم هيسرف قلبك فين. يا حاج أنا كلامه ما سمعتوش من الأول أصلا. أنا بس بفكر هنعمل إيه في موضوع خلف. مش بالسائل ده، أنا عن نفسي جربت أصدقه عشان ربي وقلبك أسود. طب وبعدين هنعمل إيه؟ نروح نزوره وهو اللي يدلنا. لعبت لها في دماغها. وبعدين؟ ولا قبلين هروح اتجوزها طبعا، وكويس ان اللي اسمه خلف ده لسه كاتب لها كل حاجه باسمها. طب وانا؟ انت ايه؟ انا هاخد ايه بعد ما توصل وتتجوزوا وتخلفوا وتعيشوا في تبات ونبات؟ وبعدين يا زهر، ما هي كل حاجه بتاعتي هي بتاعتك. نكتب ده. نكتب ايه؟
مش لما نشوف الهم اللي ورانا ده الاول. تكتب تنازل عن حصتك في الشركه. وايه تاني؟ وارض سهل حشيش عندي ليها مشروع يجنن، اوتيل زهره ريزورت. بذمتك مش يجنن؟ يجنن فعلا. لسه مصدق الكابوس اللي اسمه خلف ده؟ خلف ده دجال مخاوي جن ومسخره عشان يسحرنا كلنا. اذا كانت زهرة شافته وهو بيقتل، ولولا انها فاقت من سحره كان زمانها مرمية دلوقتي في مستشفى المجانين. يا سلام على الدنيا، ده أنا مش قادر أصدق نفسي. بقى ياسمين هانم عندي هنا وعلى مكتبي. أخيراً قبلت تيجي زيارة للشيخ خلف. للدرجة دي أنا كنت وحشة؟ قطع لسان اللي يقول كده. تشربي إيه يسعدك؟ ميرسي. خدمتك ليا إن أنا أدخل الحاجات دي بنفسي. لو حضرتك تسمع. السجن كله تحت أمرك. بس ما ينفعش أنت تخش العنابر يعني. أضيع فيها أنا دي. طب أنا كنت بستسمع حضرتك يعني. لو تحط عينك عليه أو تاخد بالك منه عشان ما يتبهدلش. يلا بيه المامور عايزه. أنا مش عايزه. نعم يا أخويا؟ مش عايز مين يا جدع؟ أنت مش عايز مين؟ ها؟ كنتش فاكرني بقول لك تعالى على دوار العمدة أبوك؟ قوم يلا فز. بقول لك يا جدع أنت، أنت هنا مسجون تسمع كلام أنا هنا وبس، فاهم ولا لا؟ بقول لك إيه؟ ما تخلينيش أتعفرط عليك وكتفك من إيدك ورجلك وأجرك. صبر مكانك هنا لما ادي خبر للبيل مهموم. المسجون يا فندم. ادخل. ادخل يا مسجون. ياسمين. ايوه ياسمين يا خلف. جايه ليه؟ جايه ليه يا دام ياسمين جايه تزورك يا خلف. ايه؟ أسيبكوا بقى عشان تاخدوا راحتكم. تعبتني وعذبتني ووحشتني قوي يا خلف. كتر خيرك. ما لحقتش تفرح بعروستك. ملياش في الفرح. أنا المفروض أكرهك على اللي أنت عملته فيا. طلقتني واتجوزت شربات، وهربت مني واتجوزت صباح، ودلوقتي اتجوزت فريدة. كل ده وانا لسه مراتك. لا يا بنت الناس، انت مش مرتي دلوك. انا عايز اعرف، هو انت ايه اللي مخليك مش طايقني قوي كده يا خلف؟ يا خلف انا لسه بحبك. لا يا بنت الناس، انت مش بتحبيني، انت بتسدد ايدين. وفرت برضه بحبك. ماما قالت لي ان انت جيت لي وقت الولاده وقعدت جنبي تدعي لي كتير، بس سبتني ومشيت. كنت مستنياك تفضل جنبي عشان تواسيني. هو اللي مادة مش ابني وابنك؟ يا ريتني كنت اقدر. موته كسر قلبي وهد حالي.